وغادي نعاودوا الجديده اللي غتعطي واحد المفعول ديال الترطيبه. اكيد، واليوم غادي نسميوها الوصفه الهنديه رقم 2. غنبقاو دائما في الجمال ديال الشعر الهندي. وهذه الوصفه شنو غناخذوا فيها؟ مكونات اللي عندكم في المطبخ ديالكم. غادي تاخذوا فيها الكرويه، لان غتقول لي علاش درتي الكرويه، ولكن الكرويه عندها فوائد كبيره على الشعر، مضاده للفطريات، كتغذي لينا المسام ديالنا، وكتغذي لينا الجذر ديال الشعر، وكتحافظ على التقويه ديالو، لان فيها ماده الكارفول. غادي نزيدوا الكمون، الكمون اللي كنهضر لكم على الفوائد التجميليه ديالو. هذا الكمون اللي فيه ماده او فيه زيت اساسي مفيد اللي كتسمى لا كومين الديد. هذه الماده هذه اللي كذلك كتعتبر من المواد اللي كتقوي لنا الشعر ديالنا. غنستعملوا الباديان اللي فيه ماده اللينانول. الباديان منه غيعطينا ريحه زوينه للشعر ديالنا، ومنه غادي يقوي الشعر ويحافظنا عليه ويعطيه الترطيبه. واللمعان ديال الشعر والحفاظ اللي كيفاش نغلفوه من العوامل الخارجيه. جوج ديال المواد اللي كتعتبر في المطبخ ديالنا كاينين، وفي المطبخ الهندي، اللي هي الخرقوم البلدي، ولكن هنا غنستعملوه عرق صاين، ما غاديش نطحنوه. وسكينجبير اللي حتى هو غنستعملوه عرق صاين، وما غاديش نحكوه ولا نطحنوه. دابا غنمروا لطريقه الاستعمال. هذه الوصفه كناخذوا فيها معلقه كبيره ديال الكرويه، معلقه كبيره ديال الكمون حبوب ما مطحونش، جوج نجمات ديال الباديان، الخرقوم بلدي عرق واحد ما مطحونش، يعني داك العريق صغير ديال الخرقوم بلدي، وسكينجبير كناخذو طريف صغير بلا ما كنحكو بلا ما كنطحنو. هاد المكونات كاملين كديرهم في كاس صغير ديال زيت نوار الشمس، كتحطوهم فوق العافيه مباشره، ماشي في حمام مريم، وكديرهم يغلاو حتى كطلع الغليه الاولانيه، يعني غير يبدا يغلى كنطفيو عليه البوطه، كنخليوه ليله باش هذوك المواد كتلقاو في بعضياتهم. كتصفيو هذيك الزيت فواحد القرعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، وكتوليو كدهنوا بها الجلده ديال شعركم وشعركم، تخليوها مده ديال ساعه وتغسلوها جوج المرات في الاسبوع، وكداوموا عليها مده ديال 3 شهور. بغيتو تبقاو تستعملوها دائما قبل ما تمشيو للحمام مورا 3 شهور، ماشي مشكل، فهي وصفه امنه، منها غترطب لكم الشعر ديالكم، منها كتحافظ لكم على الجلده ديال الشعر ديالكم، ومنها كطول الشعر وكتعطيه واحد اللمعان يعني هائل. باختصار شديد، مريم الكابوس كتسولنا واحد الوصفه في الانترنت وبغيت نتاكد منها. مرحبا. الوصفه هي ديال تساقط الشعر، وكتخلي الشعر يخلف. فيها الورد مطحون، وفيها الزاز مطحون، وزيت الخروع تقريبا معلقه من كل حاجه، معلقه من الورد مطحون، معلقه من الزاز، وجوج قراعي ديال زيت الخروع. كتخلي كتكبهم في شي قرعه وتسد مزيان وتخليهم 10 ايام، ومن بعد تبدا الاستعمال ديالهم. ولكن كتستعمل غير الزيت اللي كتكون الفوق، ديك الغبره اللي كتهبط لتحت ما كنكسوهاش. واخا طريقه الاستعمال؟ طريقه الاستعمال ما عرفتش، حيت الفيديو ما كانش فيه طريقه الاستعمال. فنعم اختي، متفق معك، سؤال مزيان. وواحد السؤال اخر، الورد منين نطحنوا واش نطحن معاه هذاك هذا ديالو الورق ديالو الخضرين ولا لا، ولا نطحن غير ديك الغوز؟ باش نتفاهموا بعد هذه الوصفه، باش يفهموا الاخوات المستمعات بان هذه الوصفه راه ماشي ديالي. بعدا باش نتفاهموا، هذه وصفه شائعه خاصه عندك الزاز، او على حسب المناطق شنو كيسميوه. فهذاك الزاز والاكزاز ولا هذه الماده هذه هي ماده من المواد السامه. هذه الماده كتستعملوها بزاف، كديروها في الحمام، كتشقوا بها شعركم، ولا كديروها في الوصفات الطبيعيه ديال الشعر. فردوا البال، هذه الماده فيها الكالويدات. شنو هما لي زالكالويد؟ هما واحد المواد اللي كتفرزهم لنا النباتات. هذه المواد ملي كيدخلوا مع الدوره الدمويه كيعطيوكم، يمكن يؤديو للتسمم ديال الدماغ، تسمم ديال الدوره الدمويه. نتجنبوا نحيدوا هذا الزاز هذا. اذا غتخلي لي في الوصفه اختي، غتخلي لي الورد. الورد ماشي مشكل نطحنوه مع الوريقات ديالو، ما فيهاش مشكل. غتاخذي معلقه كبيره ديال هذا الورد مطحون، ياك، وغادي تاخذي نص كاس صغير، يعني نص كاس ديال العنبه ديال زيت الخروع. خوي في هذيك المعلقه، خلطيها مزيان، ديريها في حمام مريم واحد المده ديال 15 دقيقه، خليها ليله وحده وما كاينش مشكل. من موراها كيمكن لك تستعملي هذا المحلول بلا ما تصفيه، واخا دهنيه في الشعر ديالك وكاينين ديك الغبره ديال الورد، ما كاينش مشكل، غتعطيك غير واحد الريحه زوينه وغتعاون الشعر ديالك. اذا غدهني به الجلده ديال شعرك، وشعرك تخليه مده ساعه، وغتغسليه
العمليه ديريها جوج المرات في الاسبوع، داومي عليها مده 3 شهور، هكا غتستافدي من الكحول الطبيعي اللي كان في الورد والمواد المغذيه والمواد اللي كتعاون تساقط الشعر، وغتستافدي من المواد اللي كاينه في زيت الخروع بطريقه امنه وما غضركش اختي، لان الرصاص الا مشيتي تدرتيه في الحمام ولا غسلتي به شعرك غادي يقدر يضر الصحه ديالك. تفاهمنا؟ شكرا. عافاك بغيت الدكتور يتكلم معاك على بخصوص الوالده ديالي. اييه. الوالده ديالي هذه مده 27 عام وهي كتعاني من واحد المرض في الراس عندها. اييه. ولمده 27 عام وهي كتتعاطى الادويه. نعم المرض في الراس اختي. درنا لها ليرين وكي كيخرج مزيان. والشبكات تقول لنا بان عندها العروق مزيرين. العروق ديال الراس ديالها مزيرين. اييه. من بعد قالوا لنا خاصها تشوف طبيب الحنجره. قلنا لها لطبيب الحنجره. قال لينا بان عندها الدم والجيح في الجبهه ديالها. اييه. وما عندهاش ديال التحيات ما غاديش تحيد. لا سينوزيت يعني نوع من لا سينوزيت، نوع من تعفن الجيوب الانفيه. اييه. بقات كتتعاطى الادويه غير متبعه مع غير مع الدواء مع الدواء مع الدواء لمده 27 سنه. اييه. ودابا بقات ما بقاش الدواء كيقضي فيها. نعم. العيش ولا عندها قليل. بقيت كنحس بواحد الحروشه عندي من الداخل، كنحس بالزيت ديالي حرفه، ما كتنشق ديك الحروشه تتقول لك محرمه من عندي في عيني في امي في نيتي ولا عندها ذاك النعاس قليل بزاف ما بقاتش تقدر تنعس. نعس ايه. براسها ناشفه بزاف. نعم اختي. تتقول لي كنحس بحال ديك السنان ديالي غادي يجيو يتحطوا قدامي ولا شي حاجه. شنو السؤال ديالك عائشه؟ دابا السؤال ديالي الدكتور شنو العمل؟ الدواء ما بقاش كيقضي فيها. غير باش نسولك اختي. واخا الدواء واش مضاد للتعفن ولا غير الدواء اللي كيحبس الحريق ديال الراس؟ لا غير كيحبس ليها الحريق. اذا اختي اول حاجه بعدا راه ملي مشات عند لويغيل يعني الاختصاصي ديال الانف والاذن والحنجره قال ليها راه عندها تعفن الجيوب الانفيه لا سينوزيت. اذا هذه المهمه غتهزيها وتشوفي اختصاصي اخر باش نعالجوا بعدا الميكروب خصو يموت خصو ما يبقاش اللي كاين في الجيوب الانفيه. هنا الاعشاب ما غتنفعكش اختي. داك الحاله اللي كتحس فيها ديال النشوفيه هي دوك الادويه اللي كتاخذهم بزاف مثلا الحريق الراس او مضادات للالتهاب. اشنو كيوقع؟ كيديروا لا ديزيدغاتاسيون ديال لابو يعني كيحيدوا الماء من الذات. داكشي باش كنحسوا بان العينين كينشفوا كنحسوا بداتنا ناشفه من الداخل. اذا تمشي عند الطبيب ودير ليه داك الدوايات اللي كانت كتاخذ وتشوف اختصاصي اخر. الا داك السيد ما كانش يعني ما قدرش يعني يعالجها نشوفوا اختصاصي اخر راه كاينين ويعاونها في هذا السياق. هذا المساعده شنو الطبيعي يمكن لا تعطينا في هذه الحاله هذه ديال تعفن الجيوب الانفيه وديال الاضطرابات اللي كتكون عندنا ديال النعاس او الراس كيحرقنا. بالنسبه للوصفه اللي غتقطرها في الانف ديالها وصفه بسيطه ولكن هذه المساعده باقي كنقول راه ماشي العلاج النهائي غير باش نساعدوها ترتاح واحد شويه. غتاخذوا عريش ديال المريوت غادي تطبخ في الماء وتهزو داك المريوت بهذاك الماء اللي كيكون سخون يعني ماشي الدرجه اللي غادي يحرقنا وكنقطرو ثلاثه ديال القطيرات في كل بلاصه في الانف يعني يكون غير دافي ونديرو ثلاثه ديال القطيرات فقط. واش ديك العرش هكاك ديال المريوت بالماء اللي فيه كتعصرو عائشه اذا كانت هي اللي مقابله الام ديالها ودير لها ثلاثه ديال القطيرات في كل بلاصه في الانف ديالها فقط ماشي كثر عائشه ماشي كثر ما تزيدي ما تنقصي عليهم. واخا السيده كيفاش خاصها تحط راسها باش غدير لها تقطيره؟ فتكا يعني تكا واحد شويه بحال غدير تقطيره ديال النيف ودير ثلاثه ديال النقيطات فالمريوت غادي تعاونها. هادشي ديروا مره في النهار؟ غادي ديروا مره في النهار وغداوم عليه مده ديال 15 يوم فقط. هذا من الاحسن ديروا في الصباح ولا في الليل لانه في الليل ما كتقدرش تنعس. نعم تشوف الوقيته اللي غتناسبها هي باش تقطر حيت مره في النهار في اي وقيته بغات ولكن تبقى في نفس التوقيت. اكيد. اذا شتي احسن حاجه عائشه مثلا ديري ديك الساعه قبل ما تنعس الوالده عندها الوقيته ديال هذا النوم ديري لها واحد الساعه قبل. وبالنسبه لاضطراب النوم والصداع ديال الراس معلقه صغيره ديال ماء الدوش ومعلقه صغيره ديال النعناع صوفي. هادي غدير بحال شي تيزان يعني واحد المشروب صافين. غدير معلقه صغيره في معلقه صغيره وتخوي عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق على خاطره مزيان تصفيه وتعطي لها واحد ساعتين قبل ما تنعس وغادي تداوم عليه واحد المده ديال شهرين. وهكا هاد
يعني هذه الوصفات الطبيعيه غادي تعاونها واحد شويه باش ترتاح. ولكن كنعاودوا ناكدوا عائشه حنايا بالنا على الصحه ديال الام ديالك، خصك ضروري تعاودي تديها كبروا معاها، واخا هذه شحال من عام دابا قلتي 27 سنه، سيروا عند اختصاصي اخر باش تشوفوا شنو هو العلاج والدواء الملائم لاسينوزيت ما يكون باس عند الميمه. دعواتنا لها بالشفاء عائشه، وتنتيس الله يفراسك باش بقاي شاده معاها. مرحبا. بارك الله فيك. انا عندي الكلف هذه مده ديال التعشين تقريبا. يعني عندك كلف قديم؟ نعم عندك كلف قديم. اي كلف قديم، وفيما كانت شي وصفه بحال هكا كنستعملها، واخرا سمعت واحد الزيت عند الدكتور نزار ولكن ما ضبطش يعني القياس ديت ديال اللوز المر وديال اللوز الحلو وديال السلمية، خديتهم ثلاثة ولكن يعني قياس ما عرفتش شحال. إذا بغيتي الطريقة ديال الوصفة واخا دن معلقة وديال الطين الأخضر وديال الدقيق الذرة والحليب واخا. نعم، فالطين الأخضر ودقيق الذرة والحليب، معلقة كبيرة من الطين الأخضر ومعلقه كبيره من الدقيق ديال الذره وثلاثه معالق كبار ديال الحليب دافي اللي كيتخلطوا. بالنسبه للوصفه اللي فيها زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر وزيت السلميه، غادي ناخذوا فيها معلقه صغيره ديال زيت اللوز المر وجوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو ومعلقه كبيره ديال زيت السلميه. صافي قيتهم عندك؟ نعم. يعني قيتيهم، قيتي المقادير؟ ايه قيت، ولكن نعم. بالنسبه لشحال من يعني واش الطريقه؟ هو دكتور عماد غيشرح لنا الطريقه. المقادير دابا عطيتك المقادير. بالنسبه للزيوت، خليط الزيوت كنديروه كندهنوه كماساج على البشره ديالنا في الليل مده ديال 10 ديال الدقائق، وكنباتوا به كداومي عليه يوميا. بالنسبه للماسك اللي فيه الطين الاخضر والدقيق الذره والحليب دافي، كنديروه ماسك مده ديال نص ساعه وكنغسلوه جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليه مده ديال 3 شهور. وللمساعده ايضا كاينه الوصفه الشهيره ديال الدكتور عماد اللي فيها الخرقوم البلدي والعسل وزيت اللوز الحلو. اذا غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي مطحون، ثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر، وكنزيدوا عليهم معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. كنخلطوا هذه المكونات مزيان في حمام مريم حتى كيتخلطوا لينا، وكنديروهم ماسك نص ساعة على البشرة ديالنا وكنغسلوه. كانوا طبيعي قدام وكلف قديم، فكنديروه ثلاثة المرات في الأسبوع مدة ديال 3 شهور. كانوا يلاه غادي يبداو ولا الأثار خفاف، كنديروه جوج المرات في الأسبوع مدة ديال 3 شهور، وفي الشهر الأول إن شاء الله كتبان النتيجة. تهلا فراسك اخت حنان من ورزازات. الوصفه اللي فيها زبده الكاريتي وزيت الورد وزيت الذره وزيت البابونج وزيت اللوز الحلو، واش ممكن نستعملها للوجه حتى بالنهار على وجه الشمس؟ اكيد ما كاينش مشكل، لان هذو كل مواد ما عندهاش علاقه باشعه الشمس، ماشي مشكل. نعيمه ايد زهره كتقول لي نسولك على شعرها اللي كيطيح بزاف وجاف وفيه القشره، بغات شي وصفه تكون فعاله. اكيد ما تلقاش ما احسن من هذه الوصفه اللي عطيت اليوم، فهي غتكون وصفه فعاله ان شاء الله. الاخت ساره ام هشام كتستشر معنا في وصفه اللي كتستعملها الشعر ديالها، فيها الجزر، بصل احمر، ماء، روز مسلوق، وكيتطحن هادشي كله وكديرو في الشعر، واش مزيانه؟ فتزيد عليها واحد نص كاس صغير ديال زيت الزيتون وتخلطوا معاه من الاحسن. ما يكونش مملح زيت الزيتون. كتسولنا كذلك على الفيتامين او عندها وما عرفاش شنو دير به، مع العلم على انه البشره في الوجه ديالها مختلطه وفي هذا البرد ولات جافه. اكيد فترد البال فيتامين او، واش فيتامين او حقيقي؟ لان هذه المساله من بعد غادي نرجعوا لها اختي سناء. فاللي كنصحها ان اذا كان فيتامين او حبه، فديك الحبه تحاول تخلطها وتهرسها بزيت اللوز الحلو واحد جوج معالق كبار.